بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تاكلو فيكسر. إذن كما ترون فهذا هو جهاز موفي ستار، أو هذا الروتر الموفي ستار. سوف نقوم بتثبيت الأوبن والرايت عليه من أجل جعله ريبيتور، يعني بوان دارسي، من أجل توزيع إعادة توزيع الإنترنت. إذن على بركة الله ما علينا سوى الذهاب إلى جوجل ثم كتابة الروتر أوبن والرايت، ونقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لأوبن والرايت ثم نقوم بتحميل النسخة الأخيرة من الأوبن والرايت. هنا جميع المعلومات الخاصة بالراوتر، ثم المعلومات الخاصة كيف الطريقة التي يمكنك تحميل وتثبيت هذه الأوبن والرايت على الراوتر. إذا نقوم بتحميل الأوبن والرايت النسخة الأخيرة منها، ثم نقوم بتحميل هذا الملف الآخر. إذا كما ترون هنا نقوم بتحميل الفيرموير، هذا الفيرموير، ثم نقوم بإعادة تحميله إلى open-write.bin، ونقوم بتحميل هذا على الملف الآخر mkb من هنا. كما ترون نقوم بعمل كوبي لهذين الملفين في USB، مثلا USB مثل هذه USB، ونقوم أولا بفرمطة هذه USB عن طريق FAT32، ثم نقوم بوضع هذه الملفين فيها. إذن سوف أنا لقد قمت بتحميل الملفين من قبل، نقوم كما موجود هنا، نقوم بإعادة تسمية الملف الخاص بي. وهذا MPG سوف نقوم بأخذه MPG. نقوم بالذهاب إلى ثم نقوم بفرمطة الآن. سوف أقوم بسحب هذين الملفين ثم وضعهما في USB. سوف أقوم بأخذ الـ USB ثم نقوم بوضعها في الراوتر. الآن يجب علينا الاتصال بالراوتر كما ترون هنا. نقوم بالدخول إلى هذا البرنامج تيلنت، وهو موجود بالحاسوب، أو كما يمكننا استعمال برنامج بيوتي. هذا البرنامج السهل يمكنك تحميله من هنا، تذهب إلى جوجل وتضع بيوتي ثم تقوم بتحميله من الموقع الرسمي لبيوتي.org من هنا، وتختار النسخة الخاصة بك وتقوم بتثبيتها على الحاسوب. لقد قمت بتثبيته من قبل، إذا هذا هو بوتي، قم بالدخول إليه. الآن سوف نقوم بالدخول إلى 192.168.1.1، ثم هنا الفور هو 23، ثم نختار هذا ونضعها في التعليمات ثم أوكي. الآن يطلب منا اليوزر نيم، اليوزر نيم الافتراضي لهذا الروتر هو 1234، ثم الباسورد هو 1234. عفوا لم أقم هنا، سوف أقوم بإلغاء الواي فاي، ثم أقوم بربط هذا الروتر عن طريق الكيبل، ثم أقوم نقوم بإعادة فتح بوتي، ثم إجابة ميلاد المستخدم،
2-3-4. الآن بعد الدخول إلى هنا قنبي الدخول إلى هذا الرابط أقوم بعمل كوبي ثم بالزر الأيمن أقوم بالضغط هنا بالزر الأيمن أقوم بعمل باش أقوم بالدخول إلى هنا ثم سوف أقوم بإظهار الملفات هذا الآن أتم الاتصال بالـ USB الآن سوف أقوم بالدخول إلى USB بعمل CD ثم أقوم الآن لقد قمت بالدخول إلى USB سوف أقوم بإظهار الملفات الموجودة في الـ USB الآن قد تم إظهار الملفات هناك ملف MKV وملف OpenWrite الآن سوف أقوم بتثبيت هذين الملفين عن طريق هذا القانون ثم كما ترون هنا بدأ بتثبيت الملفات هنا إيريز هذه الأه فهي إيريز يعني يقوم بمسح الملفات القديمة والرئيس يقوم بكتابة الملفات الجديدة انتظر حتى يتم الانتهاء من تحميل النسخة الأوبن رايت على الراوتر ثم إذن كما ترون الآن لقد تم الانتهاء من تثبيت النسخة سوف أقوم بعمل كما ترون هنا ريبوت للجهاز وننتظر حتى يتم إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله إذن بعد عمل روبوت للجهاز سواء عن طريق البوتي أو عن طريق أو مانيوال نقوم بإطفاء الجهاز ثم إعادة تشغيله الآن سوف نقوم بالدخول إلى 192.168.1.1 إذن كما ترون لقد تم الدخول إلى تثبيت نسخة OpenWrite على على الروتر إذن كلمة الجهاز هي روت ثم قم بالدخول الآن سوف نقوم بالدخول ثم نقوم بتغيير الاي بي الخاص بالروتر من 192.168.1.1 يمكنك كتابة أي رقم تريده يجب أن تنظر ثم تنتظر حتى يكون الجهاز
سأقوم بالذهاب إلى الآن. سوف أقوم بربط الروتر بالواي فاي الخاص الذي يريد أن يحدث فيه. ثم نعمل هنا سكان. عفوا أولا سوف نقوم بمسح هذا الآن سوف نقوم بعمل سكان. هذا هو الواي فاي. سوف أقوم بالدخول ثم هنا نقوم بكتابة المود باس الخاص بالواي فاي الأصلي ثم اضغط على سابميت. لا نقوم بتغيير أي شيء في هذه الإعدادات. نقوم بضغط على سيف أند أبليك. سوف أقوم بأن أنا متصل من هذا الواي فاي عن طريق الكابل. سوف أقوم بإعداد الواي فاي لأخذ الكونيكسيون بالواي فاي وإعادة توزيعها بالواي فاي. أقوم بالضغط على أد. هنا نقوم بتسمية الواي فاي الخاص بنا وبالنسبة للنتورك نختار لان ثم نترك هذه الإعدادات أخرى كما هي. نمر إلى وايرلس سيكيورتي ثم نختار إنكريبتيان ونوفا نترك أو نقوم بإعادة ثم نقوم بكتابة هذا الواجب. ثم نقوم بالضغط على سيف اند ابلاي. نعم كما ترون الان تم الاتصال وإعادة التوزيع عن طريق واي فاي. سوف أقوم بنزع الكابل كما ترون بعد الاتصال. الآن سوف أقوم بتوزيع الشبكة واي فاي تكلفة الشر ثم كتابة تم الاتصال بنجاح. إذن كما ترون هذا هو الواي فاي ثم هذا هو الواي فاي.